بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد تحدثنا في محاضرات سابقة عن رسم الهمزة في الكلمة، وكنت قد ذكرت لكم أن رسم الهمزة يعتمد على موقع الهمزة من الكلمة، وكنا قد شرحنا في محاضرات سابقة الهمزة الواقعة في أول الكلمة والهمزة الواقعة في وسط الكلمة. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الهمزة الواقعة في آخر الكلمة. والهمزة الواقعة في آخر الكلمة تسمى الهمزة المتطرفة، تسمى الهمزة المتطرفة لأنها وقعت في طرف الكلمة، في الطرف الأخير من الكلمة. وهذه الهمزة التي تقع في آخر الكلمة ترسم على أربعة أشكال، فقد ترسم على ياء بهذا الشكل، وقد ترسم على واو بهذا الشكل، وقد ترسم على ألف بهذا الشكل، وقد ترسم مفردة على السطر بهذا الشكل. والقاعدة الحاكمة لهذه الحالات الأربع هي: سيكون عندنا في آخر الكلمة، في آخر الكلمة في الطرف الأخير سيأتي الحرف المهموز. القاعدة تقول: انظر إلى الحرف الذي قبل الآخر، الذي قبل الحرف المهموز، فإن كان هذا الحرف الذي قبل الآخر مكسورا فإن الهمزة تكتب على ياء، وإن كان هذا الحرف مضموما فإن الهمزة تكتب على واو، وإن كان الحرف مفتوحا فإن الهمزة تكتب على ألف، وإن كان الحرف ساكنا فإن الهمزة ترسم مفردة على السطر. إذن جميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على ياء لابد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مكسورا، وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على واو لابد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مضموما، وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها على ألف لابد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مفتوحا، وجميع الكلمات التي تكتب الهمزة في آخرها مفردة على السطر لابد أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا. وحتى تتضح هذه القاعدة سنبدأ بالحديث إن شاء الله تعالى عن رسم الهمزة المتطرفة على ياء، ثم رسم الهمزة المتطرفة على واو، ثم على ألف، ثم مفردة على السطر بالأمثلة. إذا لاحظنا هذه الأمثلة سنجد الآتي. تأمل معي هذه الكلمات، تجد ناشئ، هذا هو الحرف المهموز، هذا هو الحرف المهموز، والحرف الذي قبله الشين ناشئ مكسور. إذن كتبت الهمزة على ياء لأن الحرف الذي قبلها مكسور. ثم إذا تأملنا جميع هذه الكلمات والكثير غيرها سنجد القاعدة مضطردة: منشئ، شاطئ، بارئ، بادئ، يخطئ، يقرئ، مساوئ، متلألئ. نحن نعني هذه الهمزة المتطرفة، أما هذه فقد درسناها في الهمزة المتوسطة. يفاجئ، مهنئ، النون مشددة مكسورة، مهنئ، قارئ، مبتدئ، مكافئ. إذن في جميع هذه الكلمات القاعدة كانت كالآتي: تكتب الهمزة المتطرفة على ياء إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا، وهذه قاعدة مضطردة وفي غاية الوضوح. طيب، رسم الهمزة المتطرفة على واو، على واو بهذا الشكل. لاحظ معي: تباطؤ، لؤلؤ، بؤبؤ. لاحظ معي الهمزة هنا، بؤبؤ هنا، بؤبؤ، وليست هنا على السطر، بؤبؤ. تكافؤ، امرؤ، يجرؤ، تهيؤ، تقيؤ. لاحظ معي في جميع هذه الكلمات جاء الحرف المهموز وقبله حرف مضموم، ولذلك كتبت الهمزة على واو، على واو.
لذلك نقول الآن إن الهمزة تكتب على واو هكذا إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما بهذا الشكل، بهذا الشكل. إذن القاعدة مضطردة كما ترون. ننتقل إلى رسم الهمزة المتطرفة على ألف، سنجد في جميع هذه الكلمات صدأ، هذا الحرف المهموز في آخر الكلمة، وقد جاء الحرف الذي قبله مفتوحا. ملأ، يملأ، تبوأ، توضأ، مهيأ، خطأ، أخطأ، أخطأ، سبأ، قرأ، يقرأ، ملجأ، لجأ، استمرأ، بدأ، يبدأ، نشأ، أنشأ، ينشأ، هدأ، يهدأ، اهدأ، كلأ، يفاجأ، يفاجأ، مبدأ، أنبأ، مطأطأ الرأس، مطأطأ الرأس. لاحظ معي الحرف الذي قبل الحرف المهموز في جميع هذه الكلمات، تجد أن هذه القاعدة مضطردة، تكتب الهمزة على ألف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا، مفتوحا. الحالة الرابعة هي رسم الهمزة المتطرفة على السطر، وقد قلنا إنها تكتب مفردة على السطر إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا. لاحظ معي جزء، جزء، أن، أن، هذا هو الهمز، لكن انظر إلى الزاي، جزء، ز، غير متحرك بل هو ساكن، لأنه لو كان متحركا بالضم لكانت زو، بالفتح زا، بالكسر زي، أما السكون ز، جزء، جزء. لذلك لما كان الحرف السابق للحرف المهموز ساكنا كتبت الهمزة على السطر بهذا الشكل، ومثلها كف، أن، دف، أن، بر، أن، نش، أن، بط، أن، عب، أن، مل، أكذا، قر، أن، بد، أن، رز، أن، وط، أن. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف السابق للهمز حرفا صحيحا كما رأينا، أو أن يكون حرفا معتلا كأن يكون ياء أو واو أو ألف كما ترون في شيء، شيء، أن، يضيء. لاحظ معي أنه يأتي الحرف الساكن ثم نأتي بالهمز بعد ذلك، يسيء، مسيء، دنيء. لاحظ معي الحرف الذي سبق الهمز هنا حرف صحيح، الحرف الذي سبق الهمز هنا ياء، ضوء، وضوء، ينوء، نوء، نشوء. لاحظ معي واو، ثم نأتي هنا إلى الألف، لاحظ معي جاء، هواء، سماء، شتاء، دعاء. إذن تكتب الهمزة المتطرفة على السطر بهذا الشكل إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا. نضيف إلى هذه الحالة وبها ينتهي الكلام أن نستثني حالة واحدة من حالات الضم، وهو من حالات الضم على ما قبل الآخر، وهو أن تكون ما قبل الآخر يكون الحرف الذي قبل الآخر واو مشددة، واو مشددة. لاحظوا معي إذا قلت التبوؤ، لو طبقت القاعدة كان الأصل أن تكتب بهذا الشكل، التبوؤ، الحرف الذي قبل الهمز مضموم فكان الأصل أن يكتب بهذا الشكل. وقد ذكرت لكم سابقا أنهم كرهوا توالي الأمثال، لأن عندنا هنا واو وواو، الواو المشددة عبارة عن واوين، ثم نأتي بالواو الثالثة مهموزة،
فيجتمع ثلاث واوات، لذلك استثنوا من ذلك، استثنوا من ذلك وقالوا نحذف هذه الواو وتنزل الهمزة على السطر، وقد ذكرنا مثل هذا في الهمزة المتوسطة. بقي تنبيه أخير به ينتهي درس الهمزة المتطرفة. قلنا على السطر، لاحظوا معي الهمزة المتطرفة على السطر هنا حسب القاعدة كتبت على السطر لأن ما قبل الآخر ساكنا كما تروا، ولكن ماذا لو كانت هذه الكلمات منصوبة، منصوبة منونة، منونة يعني حين نكتب كف أن وليس كف أن، كف هذه، ثم سنأتي بالتنوين، ثم نأتي بألف تنوين النصب هكذا، كان الأصل أن تكتب بهذا الشكل، عبء أن تكتب بهذا الشكل، نشأ تكتب بهذا الشكل، جزءا تكتب بهذا الشكل، بدءا تكتب بهذا الشكل، رزءا تكتب بهذا الشكل. هذا هو الأصل في كتابتها، ولكن وجد العلماء أن هذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف، وهذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف، وهذا الحرف يمكن أن يوصل بالألف، في حين أن الزاي والدال والزاي هنا لا يمكن أن يوصل بالألف، فقالوا هذه تبقى على أصلها فتكتب بهذا الشكل، وأما هذه ففي حالة النصب ستعدل لتكتب بهذا الشكل، ما دام يمكن وصل الحروف بدل أن تكون مقطعة بهذا الشكل فستكتب هكذا، كف أن عب أن نش أن. كان هذا التنبيه الذي أردنا أن ننبه عليه في ختام هذا الدرس، وبهذا نكون قد أنهينا درس رسم الهمزة المتطرفة، ونلتقي مجددا إن شاء الله تعالى.